انا ماشي كيف اروح؟ اروح بالهاي الهليكوبتر عسكريه اللي هي هليكوبتر امريكيه عسكريه. معي جنرال عسكري بنفس الهليكوبتر من بغداد، وابو مهدي المهندس معي في الهليكوبتر. نزلنا في قاعده النجف العسكريه، ورحنا انا وابو مهدي المهندس الى ناقله العسكريه اللي هي المدرعه العسكريه الامريكيه كذلك، ومعي الجنرال هايدلبرغ في ذلك اليوم. التحالف الدولي اللي اجى من بدايه او بعد اشهر من سقوط الموصل مارس مهامه بكل حريه في العراق، والحشد الشعبي لم يتعرض لهؤلاء ولا مره واحده في طيله الاربع سنوات الماضيه. وابو مهدي المهندس معي في الهليكوبتر، هليكوبتر امريكيه. الطيارين اثنين، واحد من الفلوجه واحد من الموصل. قاعد سيزنا كرفان، هسه الامريكان خايف يسمعون يمنعوني اصعد الطياره مالتهم بعد. هذا اسرائيل. فرنسا؟ اسرائيل نوبل. لا اسرائيل نازلين في الرياض. السعودي السعودي السعودي. امريكا. رفتي بكويت، كويت كرفتي مجو عامي اساس بان اسب داد وسكن بالش يقولوا جادي باندا كون جرمة مصطفى بدر الدين ما توي كرون تازا شيء شو دوستانا نزيك يا افتا سالي شو رف زندان من زرنگي كردم زندان نرفتا فرار كردم بالش يقولوا في ازا شو دي دوباره واس شو. وابو مهدي المهندس معي في الهليكوبتر، هليكوبتر امريكيه، هليكوبتر امريكيه.